تتغير معالم المدينة وتطال محلها متغيرات العصر، ما عدا بعض المقاهي الشعبية ما زالت محافظة على طابعها القديم. في مدينة الشيخ عثمان في أحد أركان شوارعها يبرز مقهى الشجرة متباهيا بتاريخ تأسيسه قبل أكثر من نصف قرن، ظل خلالها شاهدا على أحداث تاريخية متعاقبة وعلى أجيال ارتشفت ذات النكهة العدنية للشاي الممتزج بالحليب وبالأحاديث اللامتناهية في الشؤون الخاصة والعامة. دولة ما تهتمش بالجوانب التراثية وخاصة بجوانب المقاهي والمطاعم التي لها يعني مضى من عمرها أكثر من 50 سنة وهي تعاصر، يعني عاصرت فترات حقب زمنية كثيرة، عاصرت الإنجليز وبعدين عاصرت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبعدين عاصرت الوحدة ودحين عاصرت الثورة. على أنغام الفنان محمد سعد عبد الله وكان من رواد المقهى، يبتدئ صباح هذا المقهى الذي اشتهر بكونه منتدى مفتوحا للمثقفين والفنانين والرياضيين. هذه مقاهي الشجرة فيها من كل مكان، فيها الرياضي، فيها الأديب، فيها الكاتب، فيها وفيها من مثل البلد، وفيها 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 الثقافة والأدب والفن والغناء. على مقربة من مقهى الشجرة يكمن في هذا الزقاق مقهى الزحف العربي. على جدران هذا المقهى صور لرموز سياسية تدل على اسم المقهى المقتبس من أحلام ثورات التحرر العربية. ولأنه المقهى الأقدم في مدينة الشيخ عثمان إذ تأسس عام 1953، يعبر أبناء وأحفاد محمد سعيد الخامري عن حرصهم على حفظ آثاث المقهى ومقتنياته القديمة. والله ومنعنا دائما نغير لي حاجة، نقول له ديكور ولا شيء من الحديث هذا، يقول لنا شيء دائما نحب القديمة، كانوا متمسك بالقديم، دائما متمسك بالقديم، لهذا يعني الناس حتى يقوم مبرع من هذا يقولوا لا تغير شيء حاجة. ففي هذه المقاهي يعيش الزائر أجواء متاحف مفتوحة عامرة بالحياة في وسط المدينة. في المقاهي القديمة بمدينة الشيخ عثمان لك أن ترتشف مع مشروباتها بعضا من الحنين إلى ماض لم يتبقى من انتصاراته وانكساراته وأحلامه الكبرى سوى الذكرى. على جدران تأبى النسيان. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.